مراسلنا بدر الركابي من شارع المتنبي لنقل أجواء الليالي الرمضانية. بدر، مساء الخير، يعني ضعنا في الأجواء لديك وصف لنا ماذا تراقب الآن، تفضل. نعم زميلي سعد، تحية لك وتحية لجميع السيدة السادة المشاهدين. أتواجد الآن في المتنبي وهذه الأجواء الرمضانية حاليا المتواجدة في زقاق المتنبي بفعاليات وفقرات ترفيهية ثقافية متنوعة تقام اليوم هنا في زقاق المتنبي، بالإضافة إلى القشلة التي تواجد أمامها الآن، يعني فعاليات عديدة ستقام، وهذا يشهد حضور لأعداد كبيرة من العوائل البغدادية، الشباب، الأطفال، يعني حتى عوائل التقيت بهم من يعني مغتربين أتوا ومهاجرين أتوا إلى اليوم وقدموا إلى بغداد بعد فراق طويل من أجل يشاهدوا اليوم هذا الحلة الجديدة لزقاق المتنبي، وكذلك افتتاح القشلة، هذا الحدث المهم الذي يعتبر هو يعني لأول مرة بتاريخه أن تفتح القشلة ليلا. بالتالي هناك فعاليات عديدة، إذا زميل المصور تقوم بتصوير حاليا الأجواء المتواجدة هنا في زقاق المتنبي، نتحدث عن عوائل كبيرة تتوافد الآن ومستمرة بالتوافد، وهي تتوجه يعني تتجول في مختلف مرافق زقاق المتنبي. أيضا هناك اليوم ستكون أمسية في القشلة، نتحدث عن أمسية رمضانية متعلقة بذوي الهمم، يعني اليوم هناك إبراز لقصصهم من أجل يعني دعم هذه الشريحة المهمة. أيضا زميلي سعد، هناك أيضا حدث آخر سيكون اليوم في المتنبي، نتحدث هنا عن عرض مسرحي ترعاه أمانة بغداد، هو عرض يتضمن تفصيلات مهمة ولشريحة أيضا مهمة. دعني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع المخرج السيد حسين علي هارف ونتحدث عن تفاصيل هذه المسرحية. السلام عليكم أستاذ حسين، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير، حدثني إذا أمكن اليوم عن المسرحية، تفصيلاتها وتعاونكم اليوم مع أمانة بغداد. شكرا لحضوركم، شكرا لقناة التغيير، وتحية لمشاهدي قناة التغيير. يعني أمسية رمضانية جميلة جدا، هذا الشارع اللي بدأ يستعيد عافيته وبدأ يأخذ طابع ثقافي حقيقي ويستقطب هذا الجمهور اللي وثقته كاميراتكم. اليوم عندنا عرض مسرحي مثل ما تشوفون في هذا اللوكيشن اللي هو قرب مقشى بندر بجوار مبنى القشلة. العرض المسرحي هو مونودراما شارع، ينتمي إلى مسرح الشارع ولكن بممثل واحد مع جوف. المسرحية اسمها يوم حلق الكناس عبد الباسط في ساحة الطيران، اللي هي تأليف وإخراج دكتور جبار محيبس، ومن إخراجي أنا حسين علي هارف، وتمثيل جبار محيبس، وعزف وغناء طلال علي مع مجموعة من طلبة المعهد. العرض إنتاج أمانة بغداد، يعني هي المبادرة في أن تحيي نشاطها بفعاليات ثقافية موسيقية. شلون تشوفون هذه الانتقال اليوم بزقاق المتنبي والقشلة؟ أنا شاهدت لك كثير من الأعمال اللي موجودة، اللي كانت بالقشلة حتى اليوم اللي موجودة بالمتنبي، وهذا التحول الثقافي اللي يشهد زقاق المتنبي مرة أخرى. يعني تحول نوعي إيجابي عالي المستوى، شيء يدعو للفخر فعلا. يعني نعم المتنبي كان إلى جمهوره خاص، ولكن أيام الجمعة وفي ساعات الصباح، يعني وفي أوقات كثيرة المتنبي يتحول إلى شارع شبه مجهول، ولكن الآن مثل ما تشوفون يعني حتى منتصف الليل. طبعا المناسبة أني ليس هذا العرض الأول، قبل أسبوعين عرضت مسرحية قلقامش الذي رأى في نفس المكان عرضين، بدأ العرض الأول بالسبعة، العرض الثاني بدأ الساعة 10:30 مساء، والجمهور 1000 مشاهد شاهد مسرحيتي. يعني اليوم شلون تشوفون الاستعدادات الناس، اقبالهم، تشوقهم لهذا العرض الثاني؟ يعني احنا فرحين جدا، الان الشارع مكتظ بالجمهور، احنا صح دعينا الناس، ولكن احنا حتى بدون دعوات ننتظر انه جمهور الشارع الحقيقي هو اللي احنا يهمنا. انا يهمني الجمهور اللي جاي للشارع مع عائلته للنزهة، للتبضع، لشراء كتاب، ولكن يتوقف عند العرض المسرحي اللي نشوفه الآن. وهذا العرض المسرحي يعني يوثق شهادة عدد من الناس الأبرياء، منهم الكناس عبد الباسط قبل 4 سنوات اثر تفجير إرهابي جبان في ساحة الطيران. يعني مخططين له طبعا نعرضه بساحة الطيران فيما بعد في نفس موقع الانفجار. شكرا جزيلا، شكرا لكم لحضوركم. نعم زميلي سعد، كما شاهدت هذه هي التفصيلات، هذه هي الأجواء
المتواجدة حاليا في زقاق المتنبي، فعاليات ثقافية ترفيهية متنوعة متواجدة إن كانت في زقاق المتنبي وكذلك حتى في القشرة، وها هي الأعداد اليوم من العوائل البغدادية وكذلك أثبت لك حتى العوائل غير البغدادية هي تتوافد بعد الإفطار من أجل أن تشترك في هذه. نعم بدر، أتمنى لك أمسيات بغدادية رائعة. بدر الركابي مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد المخرج حسين علي هارف. إذن أتمنى لا توجد أخبار لهذا اليوم، والعراق سعيد ويعيش بسلام. تقبلوا تحيتي وتحية زميلي. شكرا.